إذن وكما تابعتم على المباشر صباح اليوم أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك بالجامع الكبير بالعاصمة في أجواء إيمانية وروحانية اتسمت بالتهليل والتكبير صدحت بها حناجر جموع المصلين يتقدمهم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رفقة إطارات سامية في الدولة إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وكذا ممثلي السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالجزائر وكذا جموع المصلين الذين أدوا صلاة العيد في جو من التسامح والتآخي. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مجمع دزاير تيوب يتمنى لكم عيد مبارك سعيد. دزاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.